السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بإخوان الكرام. اليوم معنا نتكلم على موضوع التوتر. قبل ما نتكلم على موضوع التوتر، تذكر أخي أختي أنك تتعامل مع الله تعالى وتبارك، الله الذي وهب لك البصر، تتعامل مع من أوجدك من عدم، ومن وهب لك حياة قبل كل شيء، وترضى بالقضاء الخير ذلو وتره. القلق والتوتر، وأي إنسان يمر على كل شخص أوقات صعبة يشعر بها بالتوتر الشديد والقلق والخوف، سواء من المستقبل مثلا أو من موضوع معين أو من فقد أحد الأشخاص أي سبب كان. هناك الكثير من الناس يعيشون حياة غير مستقرة أو سهلة، ويعانون من المشاكل أو الضغط في العمل أو في المنزل أو في أي مكان آخر. هناك أشخاص يستطيعون التغلب على هذا القلق، وخصوصا لو كان سبب بسيط، وأشخاص لا يستطيعون التغلب عليه. دعونا نتعرف على أن القلق والتوتر، القلق أو التوتر هو حالة من عدم الارتياح شديد الناتجة بسبب خبرة انفعالية غير سارة أو مريحة، تجعل الشخص في حالة من الشعور بالضيق وانشغال الفكر والترقب. يعاني منها العديد من البشر. عندما يشعر الإنسان بالخوف أو التهديد بدون أن يكون هناك سبب واضح. وأسباب القلق والتوتر، هناك العديد من الأسباب التي تؤدي بالفرد للقلق والتوتر حينما يكون غير مرتاح. الاستعداد الوراثي، حيث تزداد نسبة الإصابة في حالة وجود تاريخ مرضي أو أسري بالقلق. أكيد بعض المشاكل التي تمر بها الشخص وهو في سن الطفولة أو المراهقة، وأساليب التنشئة الخاطئة التي تكون بطبيعة الحال من طرف الأهل، لأن المشاكل في فترة الطفولة تؤثر كثيرا في نفسية الشخص عندما يكبر. مواقف الحياة الضاغطة معروفة، الصعوبات الثقافية أو البيئية الحديثة، ومطالب الحياة وتغييرات ديال الحياة المستمرة، ومواقف الضغط والحرمان والتفكك الأسري كذلك، واضطراب الجو النفسي العام. الضغط النفسي العام هو الشعور بالخوف والتهديد من الظروف البيئية المحيطة والأزمات أو الصدمات النفسية التي يتعرض لها الشخص. أعراض القلق هي المسائل التالية: عدم القدرة على التركيز، الشعور بالصداع، الشعور بالتوتر والخوف خاصة في المواقف الاجتماعية، صراحة هيك تكون أكثر، عدم القدرة على النوم والشعور بالأرق، البقاء عصبيا طوال الوقت والشعور بغضب غير مبرر، ألم أو حرقة في المعدة أو اضطرابات، مشكلات في التنفس، سرعة في ضربان القلب، ضربات القلب، الشعور بالدوران وكما كنسميه احنا الدوخة، التعب والإرهاق. هذه من المضاعفات صراحة ديال القلق ولا التوتر اللي أصبح منتشر كثير في هذه الأيام الأخيرة. صراحة الإنسان خصو يحاول ما أمكن يتجنب هذه المسائل باش ما يطيحش في أمراض، لأن التوتر صراحة كيخرج منه أمراض. نتمنى نعطيكم واحد، نتكلموا على واحد الطرق لعلاج هذا التوتر وهذا القلق اللي كيصيب الانسان صراحه في هذه العصور الاخيره، ان مع كثره الضغط ديال العمل، ديال الاحتياجات المنزليه، ديال الظروف العائليه، ديال الحياه طبيعه الحال. هناك العديد من الطرق العلاج التي يقوم بها المختصون بمساعده الاشخاص الذين يعانون من القلق والتوتر الدائم الذي يعيقهم من العيش براحة وتوازن. العلاج بالأدوية والعقاقير هذه معروفة، العلاج السلوكي، ويتضمن هذا العلاج إلى الطرق تستخدم لمعالجة المريض، وتعدل هذه الطرق أفكار المريض التي تعلمها بخبراته الحياتية، وتعلمه طرق تفكير صحيحة. العلاج التحليلي يتضمن هذا العلاج التحليلي عقد جلسات مع المريض من طرف طبيب مختص. امتلاك خصو الانسان عنده امتلاك الجرأة والعزيمة
ندوزو مثلا النصائح الاخرى، واللي هي كيفاش نحاولوا نتجنبوا هذا القلق، كيفاش نحاولوا على الاقل نقللوا من هذه التوترات صراحه اللي كنمروا بها دائما. خص تكون عندك امتلاك السيطره والمحافظه على قوه الشخصيه والثقه بالنفس، تكون عندك القدره على تحمل المشاكل والضغط والتفكير الايجابي، تاخذ واحد الاستراحه ولو بسيطه من العمل ومن مسؤوليات المنزل، الانسان كيرجع للحاله الطبيعيه ديالو، يكون اكتساب معلومات، الحفاظ على النشاط، ممارسات رياضيه مثلا، اللجوء الى العمل التطوعي لمساعده الناس الذين عندهم اوضاع مشكلات أسوأ. هذا العمل التطوعي صراحه جميل وكيفيد كثير، المحافظه على التفاؤل والايجابيه، البحث عن الاشياء المحببه في الحياه، محاوله تغيير، الانسان يحاول يغير الفكر والنظره للحياه بحيث يكون اكثر جمالا وبعيدا عن السلبيه، تقبل الاشياء الثابته والتي ليس من المتوقع تغييرها في الحياه، خصك تقبلها اكيد، تقبل هذه المسائل، التحلي بذكاء اكثر، تعلم اراده إدارة جيدة للوقت والتوازن بين العمل والحياة المهنية، يخلص الإنسان بين العمل وبين المسائل ديال المنزل، الإنسان دائما يحاول يفكر إيجابي ويكون أكثر إيجابية، هذه هي الحياة وهذه هي ظروف حياة الإنسان، يحاول ما أمكن يمشي مع المسائل عادي باش ما يكونش أمراض لا قدر الله، وباش ما تكونش مشاكل، لأن هذا التوتر صراحة بدا كيجلب مشاكل كثيرة للناس في الآونة الأخيرة، وكنلاحظوا صراحة كتكون أمراض، كتكون مشاكل كثيرة في هذا المجال. نتمنى نكون على الأقل عطينا واحد المعلومة صغيرة ولو بسيطة بهذا التعريف، هذا التوتر، ولا يكون على الأقل واحد أشياء جميلة باش نحاولوا نجنبوا هذا التوتر، لأن خصك تقبل الأشياء التي لا يمكن تغييرها، حيت ما يمكنش تغير الماضي، الماضي ما يمكنش يتغير، تكون عندك السيطرة، امتلاك السيطرة، تكون كتواصل مع الناس، تجنب العادات الغير الصحيحة، يكون كتمشي دائما في العمل التطوعي، صراحة نعاود بالكلمات، ولكن من الأحسن الإنسان كل ما مشى في عمل تطوعي كيحس بنفسه مرتاح، وكيحس بنفسه أنه كيقدم واحد الخدمة للناس، هكا كيبقى الإنسان مرتاح وكيبقى يفكر بإيجابية، وكيحس بنفسه أنه كيأدي واحد الشيء للناس، وهذا في حد ذات ديالو خروج من التوتر ومساعدة الناس، وكنمشيو في الاتجاه الصحيح. نتمنى من الله تعالى وتبارك باش نكونوا على الأقل قدمنا واحد المعلومة جميلة ولو بسيطة، ولقيناها بواحد الطريقة عادية عفوية، نتمنى السبب منها كامل، وشكرا لكم صراحة على التواصل ديالكم، على الحضور ديالكم، على التعليقات الجميلة ديال الإخوان والأخوات اللي كتوصلنا دائما، كتحفزنا أكثر وكتجعلنا نبحث أكثر وأكثر. شكرا لكم مرة أخرى، ونلتقي إن شاء الله في واحد فيديو جديد وموضوع آخر. شكرا جزيلا. ساكن معايا.